السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي ستكون محاورها كالتالي: استمرار حالة من عدم الاستقرار الجوي على جنوب غرب المملكة، طقس حار في أغلب المناطق، ودرجة الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. ننتقل وإياكم لخرائط الأمطار أو خرائط توزيع الأمطار من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد. يلاحظ خلو عموم مناطق المملكة من الأمطار باستثناء المرتفعات الجنوبية الغربية، حيث تشهد هطولا للأمطار بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر، تكون رعدية وخفيفة الشدة بالمجمل. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة من يوم الخميس إلى يوم الأحد. نلاحظ استقرار على درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في أقصى شمال المملكة، تحديدا منطقة القريات، حيث ترتفع هناك درجات الحرارة خاصة يومي السبت والأحد، بينما تكون درجات الحرارة كما ذكرنا حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق. طقس صيفي اعتيادي، ويكون الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية العالية من المرتفعات الجنوبية الغربية. نذهب الآن إلى العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 28 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، طقس صافي خلال الثلاث أيام القادمة مع 41 درجة مئوية، وتستقر حول 29 درجة مئوية كحرارة دنيا خلال ساعات الليل المتأخر. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.